السلام عليكم شباب، اليوم ناخذ موضوع جديد يتعلق بالكومبوزيشن اوف فانكشن، تركيب الدوال. نستمر بخواص الدوال بعد ما اخذنا العمليات الحسابيه الجبريه، الجمع والطرح والقسمه، على كذلك الضرب على الدوال. الان نجي الى تركيب الدوال. تركيب الدوال ببساطه هو ان ندخل تاثير احدى الدوال على الداله الاخرى لايجاد القيمه الناتجه. كتعريف عام definition: if f and g are function, the composite f with g, composite f with g, or composite g with f are defined by، يعني ممكن تعريف تركيب الدالة f على g أو تعريف الدالة g على f بالصيغة الرياضية الآتية: f composite g للقيمة x هيساوي f افتح قوس g للx، وكذلك g composite with f للقيمة x هيساوي g نفتح قوس للدالة f of x على التوالي. هناخذ تطبيقات الآن. المثال الأول example 1: find the formula of f of g of x and g of f of x if g of x، إذا كانت الدالة g of x تساوي x تربيع، and f of x إذا كانت الدالة f of x تساوي x ناقص 2. Then find the value of f of g للاثنين and g of f للاثنين. بداية نبدأ بالحالة f composite الدالة g للقيمة x، احنا نعرف الدالة f of x تساوي x ناقص 7، فنعوض الدالة g of x محل المتغير x هتساوي f composite g للx تساوي الدالة g of x محل القيمة x ناقص 7. بعد ذلك نعوض g of x هنا اللي هي x تربيع ناقصا 7، بالنتيجة ال f composite g للقيمة 2 هتساوي 2 تربيع ناقص 7 وتساوي 4 ناقص 7 وتساوي ناقص 3. الحل للجزء b part b: إيجاد حالة ال g composite f of x، يعني الفورمولا للعلاقة ال g composite f of x، هنعرف الدالة g of x تساوي x تربيع. الآن نعوض محل ال x تربيع قيمة الدالة f of x حتكون f of x تربيع، وبعد ذلك ال f of x هي x ناقص 7 فهتكون x ناقص 7 تربيع. هاي الفورمولا راح اللي تمثل g composite f للمتغير x واللي تساوي x ناقص 7 لكل تربيع. بعد ذلك بسهولة نقدر نستخرج قيمة الاثنين لهذه الفورمولا اللي هي g composite f للقيمة 2 هتساوي 2 ناقص 7 تربيع هتساوي ناقص 5 تربيع وتساوي 25. الآن ناخذ example 2: إذا كانت الدالة f of x تساوي x تربيع زائد 1 والدالة g of x تساوي جذر x، فجد التالي: المطلوب a f composite g للمتغير x وكذلك g composite f للمتغير x. المطلوب b هو إيجاد الدومين of f composite g للمتغير x and g composite f للمتغير x. الحل: نبدأ بداية بإيجاد الحالة f composite g للمتغير x اللي هيساوي f of g of x، بالنتيجة يعني احنا راح نخلي القيمة الدالة g of x او الفورمولا للدالة g of x اللي هي تحت الجذر x داخل الدالة f اللي بالنتيجة حتكون تحت الجذر x تربيع زائد 1 وهي تساوي x زائد 1. طبعا الدومين لل f composite g هيساوي الدومين للدالة g لأن بداخلها حساسية الجذر، الجذر لا يمكن أن يكون الأعداد سالبة، في حالة حتكون الدومين يساوي المجموعة x متغير x بحيث المتغير x دائما يكون أكبر أو يساوي الصفر. الحالة الثانية هي حالة ال g composite f للمتغير x، حنخلي الدالة f of x داخل الدالة ال g، طبعا الدالة f of x هي x تربيع زائد 1 نخليها تحت الجذر هتساوي تحت الجذر x تربيع زائد 1. الآن الدومين للدالة g composite f هيساوي الدومين للدالة f وهيساوي r جميع الأعداد الحقيقية. طبعا هنا بما أنه الحالة x تربيع فأي عدد سالب حيتربع فما راح يأثر
على قيمة الجذر. الآن ننتقل للمثال الثالث example 3. Finding formulas for composites. جد الصيغة الرياضية لحالة التركيب التالية: إذا كانت الدالة f of x تساوي تحت الجذر x والدالة g of x تساوي x زائد 1، فجد التالي: a f composite g للمتغير x، b g composite f للمتغير x، c f composite f للمتغير x، و d g composite g للمتغير x. الحل: بما أن الحل حيتكون من أربع حالات، فيفضل نسوي جدول مثل ما موجود أمامكم. بداية الخانة الأولى من الجدول أو العمود الأول حيتمثل حالات الكومبوزيت، حالات التركيب للدوال. العمود الثاني حيتضمن الدومين. حالة التركيب الأولى A F composite G للمتغير X حيساوي F of G للX، وبالنتيجة نعوض الدالة g of x تحت تأثير الدالة f، حيكون الناتج يساوي تحت الجذر x زائد 1. طبعا الدومين حيساوي الفترة المغلقة بالسالب 1 والمفتوحة من اليمين بالإنفينيتي. حالة التركيب الثانية b g composite f للمتغير x حيساوي g للدالة f of x، نعوض الدوال f of x زائد 1، وبالنتيجة حالة التركيب حتساوي تحت الجذر x زائد 1. طبعا الدومين لهذه الدالة حيساوي الفترة المفتوحة من اليمين بالإنفينيتي والمغلقة بالصفر من اليسار. الحالة C حيمثل حالة الكومبوزيت للدالة f على الدالة f المتغير x، وحيساوي f للقيمة الدالة f of x اللي حساوي تحت الجذر f of x، بمعنى تحت الجذر لجذر x اللي بالنتيجة حيساوي جذر العفو x مرفوع للأس ربع. طبعا هذا الدومين لهذه الدالة حيساوي الفترة المفتوحة من جهة اليمين بالإنفينيتي والمغلقة بالصفر من جهة اليسار. الآن الحالة دي حالة تركيب الدالة g على نفسها، g composite g للمتغير x حيساوي g للدالة g of x، ونعوض الدالة g of x في داخل نفسها حتساوي g of x زائد 1، ونتيجة x زائد 1 زائد 1 وحتساوي x زائد 2. طبعا الدومين لهذه الدالة الناتجة حيساوي القيمة المفتوحة من الجهتين للسالب infinity وinfinity. الآن مثال آخر: إذا كانت الدالة f of x تحت الجذر x والدالة g of x تحت الجذر 2 ناقص x، فجد الدوال الناتجة والدومين مالتها لحالات التركيب التالية. طبعا مثل المثال السابق هنا أربع حالات للتركيب: الحالة A تركيب الدالة f of g، الحالة B g composite f، الحالة C f composite f، الحالة D g composite g. نبدأ بالحل للحالة A f composite دالة g للمتغير x حيساوي f of g للx، نعوض قيمة الدالة g of x اللي تحت الجذر 2 ناقص x داخل الدالة f، نتيجة راح نحصل تحت الجذر للقوة الرابعة 2 ناقص x. طبعا الدومين لهذا التركيب حيساوي المجموعة المجموعة اللي تمثل المتغير x، حيث 2 ناقص x أكبر من أو يساوي الصفر، وهي تساوي المجموعة x حيث x أقل من أو تساوي 2، وبالنتيجة إذا نكتبها كفترة مفتوحة حتساوي الفترة المفتوحة من اليسار بسالب إنفينيتي والمغلقة باليمين بالاثنين. الآن حناخذ الحالة B اللي تمثل حالة الكومبوزيت الدالة G على الدالة F المتغير X، حنعوض الدالة F of X داخل الدالة G of X، النتيجة حنحصل الدالة اللي تساوي تحت جذر 2 ناقص جذر X. طبعا بالنسبة لجذر X التعريف مالته يجب أن يكون الX أكبر من أو تساوي صفر، كذلك بالنسبة للدالة تحت الجذر 2 ناقص جذر X يجب أن يكون تعريفها يتضمن الاثنين ناقص جذر X أكبر من أو يساوي صفر، اللي هو بهيج حالة راح نحصل جذر X أقل من أو يساوي 2 أو X أقل من أو يساوي 4. بهيج حالة حنحصل الفترة X أكبر من أقل من أو يساوي 4 أكبر من أو يساوي صفر، بمعنى ذلك أن الدومين لحالة G composite F حيمثل الفترة المغلقة بالصفر والأربعة.
الآن نأخذ الحالة C اللي تتضمن الـ F composite F المتغير X على التركيب الدالة F على نفسها. طبعا نعوض قيمة الـ F of X اللي هي تحت الجذر X داخل الدالة F، معنى ذلك حيكون تحت الجذر جذر X، بمعنى أنه الجذر الرابع للقيمة X. إذا ندرس الدومين لهذه الحالة للتركيب A composite دالة F على الدالة F، حنلاقيه يساوي الفترة المغلقة من اليسار بالصفر والمفتوحة من اليمين بالإنفينيتي. الآن وصلنا لحالة التركيب الأخيرة، الحالة دي G composite G للمتغير X تركيب الدالة G على نفسها. نعوض قيمة G of X اللي هي تحت الجذر ناقص 2 ناقص X داخل الدالة، حتكون تحت الجذر 2 ناقص تحت الجذر 2 ناقص X. طبعا تعريف الدالة الناتجة حيتضمن انه 2 ناقص X اكبر من او يساوي الصفر حتى نتحاشى القيم السالبة اللي تأثر على الجذر، بمعنى انه X اقل من او يساوي 2. كذلك الحالة 2 ناقص تحت الجذر 2 ناقص X يجب ان يكون اكبر او يساوي الصفر بالمثل. هذا الأخير راح يعطينا أنه تحت الجذر 2 ناقص X أقل من أو يساوي 2، أو 2 ناقص X أقل من أو يساوي 4 إذا ربعنا الطرفين، وبالنتيجة حنحصل الاثنين بالنتيجة متغير X يجب أن يكون أكبر من أو يساوي سالب 2، بمعنى أن الدومين للدالة G كومبوزيت G حالة تركيب الدالة G على نفسها حيكون الفترة المغلقة بالسالب 2 والاثنين.